السلام عليكم، ياكم حسين انجر. اليوم حابين نشوفكم الافراخ الستار فينيش. طبعا الافراخ ستار فينيش موجوده هوايه عندي من عندهم. اللي يريد افراخ، اللي يريد مخاليف، اللي يريد امايات، موجود كله طبعا من انتاجي، وكله من يعني من امهات اللي عندي والطفرات اللي تطلع عندي بالستار فينيش. بالنسبة لي سأل هواي طبعا يقولوا لي يا ابي ليش ما تحلق الطيور مالتك خاصة بانتاجك، ليش ما تحلقها؟ انا ما عندي مشكلة باي شيء بالتحليق، بالعكس شيء حلو، بس بنفس الوقت ترى مو فد شيء مهم يعني انه تحلق الطير، ولازم ضروري انه خلينا حلقة. الضروري بالمشكلة انه الثقة انه انت تقول هذا طير تابع لي وانتاج عراقي ومو مستورد وكذا. بس حبيبي خلنا ارجع لك للفكرة هاني كلها. اي طير اللي يشوفه عندي داخل قناتي واللي راح انزله واللي بعدني منزله مو من عندي، كلها من استيراد من برا. فكل هاي الطيور انا مستوردها وكلها انتجت عندي، يعني اذا مو انتاج عراقي اللي وصلني لهاي المرحلة، لا الانتاج الاوروبي اللي خلاني اكاثر هاي الطيور عندي. يعني مو فد شيء مشكلة بالإنتاج العراقي، هواي ناس تتابع الإنتاج العراقي وتصعد الأسعار بسبب الحلقات والإنتاج العراقي، فهو هاي المربين هواي يستغلون هذا الشيء، والله هذا بنسميه وهذا إنتاج عراقي ويكون سعره ضعف، فهذا غلط. لأن أنا واحد من الناس من المربين، هاي الطيور اللي عندي موجودة كلها هواي طيور من النوادر، خاصة بعد ما منزلها يعني موجودة بالقناة، كلها قاعد تنتج عندي، لا هو لا مشتريها من احد ولا راح اشتري من احد، لان انا تجي طيور من برا استوردها واخليها تتعلم على الجو مالتنا وعلى اكلنا وعلى شربنا واظل اداري بيها لحد ما اوصلها انه هي تتكاثر عندي. فما انه والله تجي وتقول يا ابا هذا طير ما راح يتكاثر عندي ولا مو، طبعا هو الرزق على الله. يعني انت اليوم هاي الحيوانات من تتكاثر عندك هذا رزق من رب العالمين طبعا. انه مرات تشوف انه يصير تشتري لك زوج ومحلق وكامل وباسم شخص وكذا، وهو اصلا ما راح ينتج عندك ولا راح ينتج عندك، فهي هاي مشكله. فاحنا ليش اليوم نضل نخلي هاي المساله موجوده ونعلم عليها هواي مربين يغشون بها العالم انه هذا باسمي وهذا لازم يصير سعره ضعف؟ يعني هسه ستار فينيش الاستيراد مالته يكون مثلا سعره 60 دولار او 70 دولار، بالنسبة للعراقي اللي يريد يبيعه 100 دولار، لان والله هذا فرق، هذا انتاج عراقي. فيا حبيبي انا ما عندي هذا الشيء، بالنسبة اللي يريد امايات واللي يريد افراخ واللي يريد مخاليف سعري اقل من السعر اللي موجود بالسوق ان كان مستورد او مو مستورد، لان هو هذا رزق من رب العالمين وما اقدر اني اصعد بيه وانزل بيه وهو سعره شنو؟ يعني شنو راح استفاد؟ شلون راح ارزق بعد؟ فاتمنى انه كل من اللي يربي خاصة الناس الصادقة، انه الكلمة الصادقة انه والله يكون هذا الطير منتاجي، تقدر توثقه بمقطع او تقدر يعني هو انا عندي ناس يشترون من عندي ثقة، من اقول له هذا الزوج اخذه وروح انتهى، ياخذه ويروح ويجي ورا فترة يترحم لي ورا فترة يخابرني يقول لي الطيور انتجت عندي. اذا انا واثق من طير، الطيره راح انطيها لا منطي مواد كيميائيه، لا منطي تحفيز، لا منطي اي شيء، بس مجرد طير صابر عليه ومنطي الجدول مالته الصحيح وطير يشتغل طبيعي ما في اي مشكله. بس حبيت اشوفكم هاي الشيء بالنسبه لستار فينيش. حتى اللي يقول يابا انا هسه ذني كبرا وما حلقت ولا راح احلق، هسه ذني وغيرهم وكل الفينشات اللي طلعت عندي ما حلقتها، بالنسبه للجولدن، بالنسبه للافاندر، بالنسبه للفراوله، بالنسبه للدايموند، بالنسبه للستار اللي هو هذا، بالنسبه للطائر المذبوح، بالنسبه كل الفينشات الدايموند بالوانه كله باشكاله ما راح احلق ولا راح احلق. زين بالنسبة بون فينش، خوب بون فينش كله زق عندي وتكاثر عندي وبعت من عنده خير من الله وما حلقته ولا فكر راح احلقه. وايد طيور فما راح احلقها ان شاء الله، يعني مو عنادا بس لا، حتى لا تصعد الاسعار، حتى لا نظل نزامط والله انه هذا انتاج عراقي وهذا كذا وهذا كذا، لا يا حبيبي انا يعني اذا الطيور
مستوردهم يعني، ما مو انه اني جبتهم من واحد مربيهن وكاثرهم وخلص من عنده، لا الله يشهد. طب على امهاتي وطب على بناتهم راح تلقى ممحلقة، حتى لو ما تنزلهم انا ممحلقة، كلها استيراد من برا وكلها انتجت لان اصبر على الطير، والطير لازم ينتج، واذا الطير هو ما يريد ينتج فهو من رب العالمين انه ان شاء الله ينتج عن قريب وراح يخليه ينتج. الصبر الصبر ان شاء الله حتى ينتج. تحياتي وياكم حسين انجل، مع السلامه.